الو، مساء الخير يا مستر ايمن. ازيك يا باشمهندس؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. انا كويسه الحمد لله، بس حبيت اشكرك يعني عشان وقفتك جنبي وكده. تشكريني على ايه؟ مش فاهم. يعني انا لو ما وقفتش جنبك دلوقتي هقف جنبك امتى؟ بس لا، انت بس يا ستي خلي بالك من نفسك وخلي بالك من صحتك، ولو عاوزتي اي حاجه كلميني على طول. ما تقلقش ان شاء الله. ميرسي قوي تاني. اوكي، باي باي، مع السلامه. مع السلامه. ايوه جميلة، عاملة ايه دلوقتي؟ ايه يا حبيبتي، بطمن عليكي. بتقعديش لوحدك كده يا جميلة، كتير لازم تنزلي الشغل. طيب يا حبيبتي، انا هعدي عليكي بكرة ان شاء الله. ماشي، مع الف سلامة. هي ما هي الأخبار؟ كله تمام. شكلك مشغولة قوي، تحب أساعدك في حاجة؟ لا ميرسي. مها، كنت عايز أسألك على حاجة كده. اتفضل. أنت مرتبطة؟ إيه السؤال ده؟ ليه يعني؟ لا، ما عايز أطمن عليك يعني. لا اطمن، انا كويسه قوي. طب همشي انا بقى.